نصلي على النبي ونبدا بسم الله. في الملا بيبدا بشاب اسمه بن، يا عزيزي عايش مع امه والكلب بتاعه، وابوه سابهم من زمان عشان كان عينه زايغه على اللي رايحه واللي جايه، وبن كان واعد نفسه انه لما يحب ويتحب مش هيعمل زي ابوه ابدا، وهيكتفي بحبيبته بس المهم بيروح على مدرسته، وبنعرف انه سباح عالمي، وبيتدرب في المدرسه والدنيا كانت جميله وقشطه صباح الفل. وفي يوم المدرب بتاعه بيعرفه ان في مستكشفين هييجوا المدرسه بعد 10 ايام وهيختاروا منهم للاولمبياد وبيقول له انا عايزك الكام يوم اللي جايين دول تعيشهم في حمام السباحه تاكل وتشرب وتعمل كل حاجه تحت الميه عايز اشوفك سمكه بلطيه انا عارف اني بضغط عليك بس ده عشان مصلحتك مستقبلك هيتحدد بعد 10 ايام وبنتن ده بيفرح وبيوعده انه هيتدرب ليل ونهار وقام وهو طاير من الفرحه وبينزل لحبيبته ايمي واصحابه وبيقول لهم وهم ماشيين في المدرسة بيخبط جوش صاحبه في واحد من زمايله في المدرسة وبالرغم إن هو اللي غلطان زعق فيه وقال له فتح يا لكن بيتفاجئ إنه كريستوفر وبيعتذر له وبيقول له كأني ما لكش حاجة وده يا عزيزي مش عشان هو خايف منه لا عشان كريستوفر ده طيب بزيادة ودايما في حاله وخايف من اللي حواليه وبني بيقف يحب في إمي على جنب والاتنين يا عزيزي كانوا سايحين ونايحين على الاخر يعني المخرج عايز يوصل لك قد ايه هما بيحبوا بعض المهم بعد ما بيخلصوا حب في بعض بيسيبها بينه وبيمشي وهو ماشي في امان الله بتطلع له ماديسون ودي يا عزيزي الخازوق اللي هيغير حياته تماما قالت له بكل هداوه ممكن تساعدني ودخلت عليه بشويه دلع كده ومياصه وبتقول له انها متاخره على الحصه وان النهارده اول يوم ليها في المدرسه وطلبت منه يفتح لها الضرفه وطبعا بن بيوافق وبياخد منها البنسة اللي في شعرها وبيفتح لها الضرفة وبتشكره وبتعرفه على نفسها وهو كمان بيعرفها بنفسه ولما جه يرجع لها البنسة رفضت وقالت له احتفظ بيها يمكن تحتاجها في أي وقت وبياخد البنسة وبيمشي وبيروح على المستشفى اللي امه شغاله فيها، وبنعرف انه شاب مجتهد وبيشتغل بعد المدرسه معاها، وبيدخل يغير هدومه وبيروح للحج ده وكان بيحب بن جدا، وده عشان كان بن مظبطه وكل يوم بيجيب له صور بنات يتفرج عليها، الحج شكله خلبوز، وبعد ما بيخلص شغله بيروح لامي حبيبته في المطعم اللي شغالها فيه وكان دايما متعود انه كل يوم يعدي عليها ويقضي معاها الكام ساعه اللي فاضلين في شغلها وبعدها بيروحها تاني يوم بيقابل بنجامين صاحبه في التدريب وبيقول له خير جاي بدري عن ميعادك قاله كنت فاكر اني مش هلاقي حد عايز اتدرب اكتر اصلا انا عارف ان المستكشفين هيختاروك انت دون عننا كلنا بن قال له هما يختاروا الانشط يا زميلي اتدرب انت كتير واعمل اللي عليك بنجامين قال له سيبك من الكلام ده دلوقتي انت شفت البنت اللي جات جديده البنت دي صاروخ اسمها ماديسون انا عرفت انها من اوروبا بس جايه تقعد هنا عند عمها وبيقول له انت عارف مين بقى ابن عمها كريستوفر ابن المحظوظه بن المحزوزة. بينا قال له طب ما هي سهله اهي كريستوفر بيحبك روح زوره في بيته واقعد معاه وبعد ما خلصوا تدريب بيركب عربيته عشان يروح وبيشوف واحده ماشيه وكان فاكرها ماديسون وبما ان ابن الوز عوام عينه كانت هتطلع عليها لدرجه انه كان هيخبط ماديسون نفسها وبينزل يتاسف لها مليون مره وبيصمم انه يوصلها بس هي بترفض وبتقول له حصل خير ما تشغلش بالك انت انا همشي لكن المعلم بيوقع نفسه بنفسه في شر اعماله وصمم انه يوصلها وفعلا ده بيحصل وبعد ما وصلها بتشكره وبتقول انها هتشوفه في المدرسه وبعد ما رجع على بيته لقى المذكرات بتاعتها وقع في العربيه فبياخدها معاه البيت بس المعلم فضوله اكله وكان عايز يعرف ايه اللي جواها ولما بيفتحها بيلاقي حاجات تخص الموسيقى وبيلاقي اول حرفين من اسمه فيها فبيستغرب وبيوم يتصل بيها وبيقول انها نسيت المذكرات بتاعتها، فبتعتذر له وبتقول يبقى يجيبها لها في اي وقت، لكن المعلم ما بيضيعش وقت وبيلبس وانظرن عليها في البيت، ولما بيفتح له كريستوفر بيقول انها جاهزه عشان تخرج معاه، فبيقول له انت فهمت غلط، انا جاي ارجع لها مذكره بس، فبيقول خلاص بقى هات اديها انا، لكن بتسمعهم ماديسون وبتزعف في ابن عمها وبتقول له ما عرفتنيش لان في حد عايزني، وبتنزل وبتبص عشان يدخل ويسيبه ولما بيدخل بتقول لي بن ان العيشه معاهم خانقه جدا وانها حتى ما اكلتش من الصبح فبياخدها وبيروحوا ياكلوا وبيتعرفوا اكتر على بعض وبتقول انت مش باين عليك خالص انك شقي وتقدر تفتح الاقفال انت باين عليك مؤدب وابن ناس فبيقولها انه ليه ماضي مش حلو وانه مش مؤدب ولا حاجه وكل الناس نسيت حكايته الا الشرطه ولما سالته ماديسون ايه اللي حصل قال لها انه كان شاب فاشل وبيشرب وكان خاربها والموضوع اتطور وبقى بيسرق وانه قضى ست شهور في قصر الاحداث وان اللي حصل ده كان احسن حاجه حصلت له لان في السجن كان في حمام سباحه ده سجن كان في الساحل الشمالي باين وقضى ست شهور وهو بيتعلم فيه وبيعرفها ان حمام السباحه المكان الوحيد اللي بيحب يروحه لما بيكون متضايق فبتقول انها كمان لما بيكون متضايقه بتعزف وانها بتهرب من كل المشاكل اللي في حياتها بالموسيقى فبيقول لها انت تهربي قالت له كنت لكن دلوقتي غيرت رايي وبتقول وهي بتضحك انها حبت المكان هنا قوي وبيفهمها بن وبيقول لها انا عايز اقولك على حاجه قطعت كلامه وقالت له مرتبط فبيقول لها ايوه واسمها ايمي وكانت برضه سبب في تغيير حياتي للاحسن فبتقول له يا خساره كل الشباب الحلوه مرتبطه لكن بترجع وبتقول له انها بتهزر وان حبيبها مستنيها في اوروبا بس هي اتفقت مع القرني حبيبها انهم طول ما هم مش في نفس البلد عادي لما يتعرفوا على ناس جديده فبيقول لها ان جوج صاحبه عنده استعداد يقتله عشان يتعرف عليك قالت له بس انا مش مهتمه بجوج فبيبص الله وهو مش عارف يقول لها ايه وقال لها انه لازم يرجعها البيت عشان عنده تدريب فبتقول انها مش عايزه تروح وبتعرض عليه انها تروح معاه وتتفرج عليه وفعلا ده بيحصل وهنا بقى يا عزيزي كانت الكارثه البت كان جايه ومعاها الشيطان في شنطتها وبتقلع هدومها وبتقوله يلا علمني السباحه وبيفتكر المدرب لما قاله عايزك تعمل كل حاجه تحت الميه فبيعمل بقى بنصيحته شاب مجتهد برضه وبعدها بيوصلها على البيت وكان ساكت طول الطريق وطبعا ندمان على الوقعه المهببه اللي حط نفسه فيها وبيقول لها ان هم هيبقوا صحاب فبتقول ماشي بس انا مش عايز ابقى حديث المدرسه اللي حصل ما بيننا ده ما تحكوش لحد بيننا قال لها اكيد طبعا ما حدش هيعرف غير جمهور فيلم في الخلاصه بس هو بيمشي وهو متضايق وهي الشيطان كان قاعد في دماغها ومربع والواد خلاص عشش في مخها تاني يوم بيصحى بينا على تليفون من ايمي وبتقول له ده انت طلعت واطي ونادل فبيتخد وبيقوم بسرعه وايمي بتقول له فضلت مستنياك طول الليل في المطعم كالعاده وانت ما عبرتنيش فبيعتذر لها بينه وبيقول لها انه كان بيذاكر عند حماده صاحبه بتقوله طيب وام حماده عامله ايه دلوقتي فبيتوتر وبيقول لها كويسه قالت له ازاي وهي ايديها اتكسرت من يومين فبيقول لها انه ما اخدش باله انها بتتالم من حاجه يعني وامي بتقول له انها سايبه له حاجه في ضرفة الدولاب بتاعته في المدرسه ولما بيقوم وبيروح المدرسه بيلاقي ورده على الدولاب وبيفتح الدولاب وبيلاقي جواب من امي وكانت بتحب فيه شويه فبياخد الحاجه وبيروح يديهم لها واول ما شافت الورده شكرته عليها وبيفهم ان الورده دي مش من ايمي وان ماديسون هي اللي حطتها له فبيتوتر جدا ولما بيدخل التدريب ما كانش عارف يركز خالص والمدرب بيزعق فيه وبالليل بيروح حفله تبع المدرسه وامي بتقول له انها عايزه تعرفه على حد ضروري وبتاخده بسرعه على ماديسون وبتعرفه عليها وهو بيتوتر اكتر واكتر وكمان لما ماديسون قالت انها عارفه كل حاجه عنه كان قلبه هيقف لكن ماديسون بتغير الكلام وبتقول ان ايمي ما بتبطلش كلام على حبيبها بن ولما شاف الورده في شعرها ما كانش قادر يلم اعصابه وبيجي واحد وبيقول له ان عربيته قافله على العربيه بتاعته وبيطلب منه انه يحركها فبتقول ايمي انها هتطلع هي تحركها وبن بيدخل الحمام يشطف وشه من السخانيه شويه وعشان يقدر يحل المصيبه اللي هو فيها ولما بيطلع بيتفاجئ بماديسون وهي في وشه وبتقول له ان ايمي حد كيوت وظريف جدا قال لها بن ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده فبتقول انا من ساعه ما شفتها وانا بسال نفسي مين احلى انا ولا هي وكمان بتحاول تغريه فبيقول لها بن انه هيدخل الحفله الايمي ماديسون قالت له استنى بس انا نسيت اقول لك حاجه اني نسيت في عربيتك حاجه شخصيه تخصني فبيجري بسرعه بن على العربيه وبيلحق ايمي وبيقول لها انها تدخل وهو اللي هيحرك العربيه ولما رجع بالليل ما كانتش سايباه في حاله وكانت عماله تبعت له في رسايل والواد ما كانش عارف يتصرف معاها ازاي وتاني يوم في المدرسه كان بيحاول يتهرب منها وبيضطر ما يدخلش التدريب لما معرفش عرفش يعدي عشان هي واقفه، وتاني يوم المدرب بيفضل يهزق فيه وبيعرفه انه بقى مهمل جدا، ولو في اي مشاكل في حياته يحاول يفصل ما بينهم عشان مستقبله، ولما بيرجع البيت بيجيب لامه ورده عشان عيد ميلادها، لكن بيتفاجئ ان ماديسون قاعده وواخده راحتها مع امه على الاخر، وكمان جابت لها ورده عشان عيد ميلادها، ولما بتنزل امه بيسالها عرفت ازاي بعيد ميلاد امه؟ قالت له انت اللي قلت لي يا بيبي. فبيقول لها هو بيبي بس انا قلت لك اني بحب ايمي انا حياتي مع ايمي مش معاك انت فبتتضايق وبتقول له واللي حصل ما بيننا ده كان ايه قال لها يا ستي ده وعايز 30 جزمه فبتقول له ازاي وانت قلت لي ساعتها انك بتحبني قال لها انت اللي طلبت ان اقولها وانا يا ست عشان عيل توتو قررت الكلام وراك سيبيني بقى في حالي ابوس ايدك صباع صباع فبتتضايق منه اكتر وقبل ما بتمشي طلب منها ما تحكيش اللي حصل ما بينهم لحد وبتمشي وهي متضايقه وبتقعد طول اليوم كئيبه وتاني يوم وهو في المدرسه بتبعت له ماديسون صور ليها وكانت بلبوصه وهبه بالطب ايمي عليه وبيفضل يحاول يقفل الصور بسرعه ومن توتره بيتكلم مع ايمي بطريقه مش حلوه وبيقولها انه عنده مذاكره دلوقتي ومش فاضي فبتتضايق ايمي وبتسيبه وبتمشي ولما بيروح التدريب بيلاقي ماديسون شاطه جوش اللي كان هيموت عليها فبيرتاح وبيفتكر انها بعدت عنه ولما راح يغير بيلاها راحت وراه وبتقوله انها بتحبه وانها صاحبه جوش عشان تبقى قريبه منه وانها لما بتبقى مع جوش بتفتكره هو لكن بيزعق فيها بنه وبيقولها تطلع من حياته وهي يا عزيزي خلاص حطيته في دماغها ومش هتحله واجرك الله بقى من اللي هيحصل بن ما بقاش مركز في اي حاجه في حياته ولما بيدخل المستشفى للراجل العجوز بياخد باله ان بن مش على طبيعته وبين ما بيرضاش يتكلم ويحكي على اللي حصل ولما ادى الراجل العجوز العلاج ومشي الراجل بيتعب ومديرة المستشفى بتزعق له على اهماله فبيقول لها انه كان متاكد من العلاج اللي حطه على العربيه وان اكيد في حد بدل العلاج لكن طبعا محدش بيصدقه وبتضطر انها تطرده من المستشفى فبيجري وهو متعصب وبيروح لماديسون وبيقول لها انها كانت هتقتل الراجل عجوز وبيحذرها انها تبعد عنه احسن لها وبعدها بيروح لايمي المطعم وبيقول لها انه عايز يتكلم معاها ضروري فبتقول له إنها مش هتعرف دلوقتي وإن عندها شغل كتير ومش هتخلص قبل الساعة واحدة فبيقول لها إنه هيستناها الصبح قبل ما تدخل المدرسة، ولما بيطلع بيلاقي مادسون واقفة ومراقبة وتاني يوم الصبح بيروح بيني المدرسة، وبيلاقي كل العيال بتبص عليه، ولما بيدخل لأمي بيترزعه قلم بيرن في المدرسة كلها، وبتسيبه وبتمشي وهي بتعيط، وبيعرف إن مادسون حكت كل اللي حصل في حمام السباحة. ولما بيطلع يجري ورا إيمي بتساله ليه عملت كده لها وهو مش عارف يقول ايه وإيمي بتسيبه وبتمشي تاني وبيدخل بينا عشان يعمل تحليل المنشطات عشان البطوله لكن تاني يوم بيتفاجئ بالمدرب وهو بيقوله انه بره البطوله دي وان التحليل بتاعه ظهر فيه نسبه عاليه جدا فبيقول له إنه أصلاً ما بيشربش حاجة، وإنه كده هيضيع مستقبله، إنه ينزل مع الفريق، لكن المدرب بيصمم، وبيقول له إنت اللي ضيعت نفسك بإيدك، فبيتضايق بينه وبيروح لجوش، وبيسأله على ماديسون، فبيقول له جوش إبعد عني وفكك مني، بن قال له هو إنت اللي ساعتها عشان تخسرني؟ جوش بيقول له إنها بدلته، فبيتعصب بن وبيقول له إن هو اللي عايزها تبعد عنه. وجوش بيتخانق معاه وبيرميه في الميه والكل بيكون واقف وشايف اللي بيحصل وامه بتسمع وهم بيعلنوا ان بن بره المسابقه ولما بيرجع البيت بتساله ليه رجعت تاني للهباب ده ودمرت مستقبلك فبيقولها انا عارف ان مفيش حد هيصدقني انا ما بشربش حاجه وكل اللي عايزه دلوقتي ان الناس تسيبني في حالي عشان افكر ازاي هرجع حياتي زي ما كانت وبيروح لايمي المطعم وبيعتزلها. لها فبتقوله انا مش مصدقه اللي بيحصل اكدب عليا وقول لي ما حصلش فبيتاسف لها وبيقول لها مش عارف حصل كده ازاي فبتقوله يمشي ويسيبها وما يحاولش يكلمها تاني وبتفضل تعيط طول الليل وتاني يوم كانت ماديسون في العربيه مع جوش بس بتغلط وبتندع عليه باسم بن فبيتضايق وبيقول لها إن اسمه جوش، وإن بن معاه حق لما قال إن هو اللي عايز يبعد عنك، وإنه متأكد إنها هي اللي بدلت تحاليل بن، وبيتضايق وبيقول لها إنها واحدة مش تمام، وبينزل من العربية وهو بيقول إنه هيفضحها، وتاني يوم بيروح بن المدرسة عشان ينزل حمام السباحة، وبيلاقي المضرب بتاع بنجامين في الضرفة بتاعته، فبيستغرب وبيطلع بره، ولما بينزل المية بيتفاجئ إن جوش ميت، تاني يوم بيروحوا كلهم الجنازة، لكن الظابط كان شاكك في بن وبيقول له ما يتحركش من المدينه لحد ما يتصرفوا معاه، وبعد شويه بتكون ماديسون قاعده بتعزف والعيله حواليها، وبيتسحب بينه وبيدخل يدور في اوضتها على اي دليل عليها، وبيلاقي صندوق فيه صور واخبار ليه، وكمان النضاره بتاعته، لكن بيدخل عليه كريستوفر، وبيقول له انها لو شافتك هنا هتقتلك، وبياخده بسرعه على اوضته، وبيدي له صندوق وبيقول له انه لقى الاخبار دي، وبيمشيه بسرعه قبل ما تدخل عليه ماديسون. وبتسأله انت معاك حد قال له هو مرعوب انا لوحدي مفيش حد معايا وبني عزيزي كان في العربية وبيشوف اخبار لواحد اسمه جاك دونلي وبيجي له كريستوفر وبيقول له انه يروح معاه وبيوديه عند جاك وبيعرفه انه كان حبيب ماديسون القديم ولما بيطلع يشوفه بيلاقيه في المستشفى وتعبان وبيعرف من الممرضة ان ماديسون كانت حالتها وحشة بسببه وانها حطله كل الجوائز اللي كسبها حواليه وده عشان عندها امل انه يرجع لها تاني وبيشك بين ان ماديسون هي اللي ورا اللي حصل لحبيبها في الوقت ده كانت ايمي على الطريق بتوصل اوردر وبتستغل ماديسون ان بن مش في عربيته وبتطلع ورا ايمي وبتخبطها وبن بيتصل على امه لما بعتت له رساله وبتقول له ان ايمي في العنايه المركزه وان الشرطه بتدور عليه وده عشان في ناس شافت عربيته وهو بيخبط ايمي ولسه هيتكلم ويدافع عن نفسه الخط اتقطع وتعصب وما كانش عارف يتصرف ازاي، وبعدها بنشوف كتله الشر دي وهي في المستشفى اللي ايمي فيها، وكانت لابسه بالطو الدكتور عشان تدخل وتخلص على ايمي، لكن بتسمع ان الصحافه بتتكلم مع جاك دونلي بعد ما فاق، وبتعرف انه نزل دلوقتي وماشي من المستشفى، فبتطلع وهي مش مصدقه، بس لما بتلمحه واقف بتفرح وبتنسى بيني وايمي، انت شكلك مترطشه وهتتعبينا، وبتفضل ماشيه وراه لحد ما بتنزل الجراج، واول ما بتنده عليه بيبص لها وهي ما كانتش مصدقه نفسها لحد ما قرب عليها وخرج في النور واول ما قلع الطاقيه بنلاقي كريستوفر فبتتعصب وبتروح عليه عشان تقتله لكن بن بيمسك ايديها بسرعه وبيثبتها فبتقول له انت ما عندكش الشجاعه انك تقتل انت اصلا ما تقدرش تقتل صوصار فبيقولها انت قتلت جوش وكنت هتقتلي ايمي والشرطه دلوقتي بتدور عليا وفاكره ان انا اللي عملت كده قالت له ايوه حصل وانا عملت كده عشان انا بحبك وعايزاك ومش هخلي حد ياخدك مني فبيقولها لها انت عارفه انك اكبر غبيه شفتها في حياتي وبتطلع صاحبته بالكاميرا وكانت بتصور اعترافها صوت وصوره والشرطه بتوصل وبتقبض عليها والظابط بيقول لبن انهم لقوا معاها نسخه من مفاتيح عربيته وشقته وبيعتذر له عشان كان شاكك فيه والمطرطشه دي استغلت الظابط انه لوحده وضربته وهربت في الوقت ده بن بيدخل لايم الاوضه وكانت قاعده في بيتهم مع ام بن وبيعتذر لها وبيقول لها ان طول عمره كان بيقول انه مش هيعمل زي ابوه وانه هيكتفي بحبيبته وبس وبيعترف بغلطته وبيقول لها انها الحاجه الوحيده اللي عايزها من الدنيا وهي يا عزيزي بتسامحه وبتقول له انها بتحبه وبعد شويه بيشوف عربيه شرطه واقفه قدام بيتهم فبيطلع عشان يشوف ايه الحكايه بس بيلاقي العربيه فاضيه ولما بيرجع يدخل البيت بيلاقي امه مرميه على الارض وهو كمان بيتضرب وبيقع جنب ماما ولما بيفوق ما بيلاقيش امي في الاوضه فبيركب عربيته وبيطلع بسرعة يدور عليهم في الوقت ده كانت المطرطشة دي في حمام السباحة بتاع المدرسة وبتقعد إمي على كرسي وبتربط إيديها بالكلبشات وبتقول لها بص على المكان ده دي الحتة اللي كان فيها بن وقال لي إنه بيحبني وإيمي ما كانتش قادرة تتكلم ولا تتحرك لكن بيدخل بن عليهم وأول ما شافته قالت له قل لي إنك بتحبني وأنا هسيبها تعيش فبيقول لها إن مخها ضارب وعايزة تتعالج وانه بيحب ايمي فبتتعصب وبتقول له ان مفيش حد هيحبه قد ما هي بتحبه وبترمي ايمي في الميه وبسرعه بن بينط وراها وبيحاول يفك ايديها وبيطلع من جيبه البنسه اللي كان واخدها من ماديسون اول الفيلم وبيفك ايد ايمي بعد حبه وقت حلوين ولما بيطلع بيها بتفضل تضرب فيهم من فوق لكن بيمسك بن البتاعه اللي معاها دي وبيوقعها في الميه وبياخد ايمي وبيطلع بيها وبيديها قبله الاكسجين وبيفوقها وبيسيبه بقى ماديسون في الميه تطلع في الروح لحد ما خلاص بتودع وبتريحهم، وبتريحنا احنا كمان، وبيكون بنجامين هو اللي كسب في المسابقه، والمستكشفين اختاروه، وبنى كان متضايق على مستقبله اللي ضاع، وبيركب العربيه مع ايمي، وبتشجعه بالكلام عشان يشارك في السنه الجايه، فبيبوس ايديها وبيقول لها انها اختياره بعد صبر سنين كتير، هو كده الواحد ما بيعرفش قيمه الحاجه اللي معاه غير بعد ما بيغلط، يا ريت بقى نتلم، ما تنساش اللايك يا عزيزي وتقول لي رايك في كومنت، واشوفكم الفيلم الجاي.